احسن جائزه احسن 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 هديه الله اكبر. يلا كمل هذا ايس كريم في حق بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم في الحقيقة يوم تاريخي عنده رمزية كيتعلق بالأجداد والأمجاد والأعراف والثقافة نتاع دولة ومدينة كتميز بالشيم نتاعها تحت ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة والمهابة الملك المفضل نصر الله. هذه مناسبة والمناسبة شرط، هي مناسبة تكريم اللي بادر إليها أستاذي الفاضل اللي أمحاني إجلالا له اللي قراني في ثانويات عمر بن عبد العزيز في السبعينيات والثمانيات من القرن الماضي، والآن التاريخ يعيد نفسه. كنجتمعوا في أكبر معلمة تاريخية اللي هي مقهى كولومبو، وكأننا نعيش ما حدث في 1948 ألا وهو إحداث فريق عتيد عزيز على قلوبنا اللي هو المولودية الوجدية، والتي تتزامن آنذاك وذكرى عيد المولد النبوي الجليل الكريم لرسولنا المعظم. والآن في هذا المكان الرمزي، هذا الموقع اللي هو كي يعتبر مرجعية لوجدة وللوجديين، كنعيشوا فيه هذا الحفل البائر، كنعيشوا هذا العرس الظاهر ألا هو تكريم عبد ربي الأستاذ مصطفى الراجي، نظرا لمسار متواضع صحفي متعلق أيضا بالتربية والتعليم والمجال الحقوقي والإعلامي وغيره والمجتمع المدني خاصة. والتكريم اللي دارته جمعية رحابة وجدة برئاسة الأستاذ المقتدر المتميز الدائع الصيت سي علي بن عربية الموجود عن يساري، أقول لها على أنك أحييت الآن وأخرجت مدينة وجدة من صمتها ومن سباتها، لأن قد يصل المرء إلى رفات وتبقى الذكريات عالقة الأحام لدهان تعانق أو تحارب أمواج النسيان، ولعل هذه اللحظة خير عربون عن المودة والإخاء ومحاربة هذا النسيان التي قد تبقى مركزة ومرسومة على الصخر مدى الظهر مدى الظهر ومدى الزمن. أقول له أحسنت فكرا ومبادرة وعملا والتفاتة بتلميذك عبد ربي هذا الجالس عن يمينك، وأقول له لقد أفرحت المدينة ككل، وأفرحت رجال الإعلام والتواصل، وأفرحت رجال الأعمال والمال، كما أفرحت المثقفين والدكاترة. هذا الطيف، هذا الكوكتيل اللي حضر كولومبو كمرجعية وكرمز تاريخي، نقول له السي علي بن عربية فأنت عربي شهم مناضل مرابط، وعلى أن سمة الاعتراف بتلاميذك ما هي إلا سمة ذلك الأستاذ العملاق الذي تتجلى قدراته في تواضعه وتقديره لفلذاتك بذه من تلاميذه، فكان خير أستاذ كان خير خلف لخير سلف إن شاء الله سنمثله في مسارنا، وفقنا الله وإياه بما فيه الخير وشكرا. شكرا بلاز واك تي في على هذه التغطية الصحفية للإعلامي الكبير والأستاذ الأجيال الصاعدة سي مصطفى الراجي. الصراحة جد مسرور وأنا كنحضر لهذا التكريم ديال الهرم الإعلام والحقوقي سي مصطفى الراجي اللي هو بمثابة ديال الأخ الكبير والصديق وابن العائلة، يعني كل الخصال موجودة في سي مصطفى. سي مصطفى غني عن تعريف غني.